تلقينا الخبر، يعني تلقينا صاعقة، تلقينا خبر يعني فزعنا، خلعنا، حزننا. بقى فينا عبد الرحمن برادي الفنان، الإنسان الفنان الخلوق. شو هذا نقول لك على عبد الرحمن برادي؟ من 1994 وحنا كنعملوا أعمال مع بعضياتنا، ديما ظريف، ديما متخلق، ديما بشوش، ديما فرحان، ديما ضحك. ما عمرهم يتشكى عليك، ما عمرهم يقول لك خصو، ما عمرهم يقول لك هاد المسألة ناقصة ولا هاد المسألة خاصة. دائما شبعان، دائما واكل وشام يدو، دائما فرحان. أي واحد عيط عليه يخدم ما تيقولش لا، كيمشي كيخدم لأنه فنان وكيحب الفن، وحتى مات وهو فنان. العلاقة ديالو مع جميع الفنانة علاقة مزيانة. كان واحد الإنسان رديك متخلق مربي، غير تيضحك، ما عمرو تشكى، ما عمرو يقول لك خصني، ما عمرو أبدا. عبد الرحمن برادي دائما معاه، ما كتلقاش فرصة فين تلسى تشكى عليه، وحتى هو ما كيعطيش راسو هاد الفرصة أنه يشكي من شي حاجة. دائما كنتلاقاو السلام عليكم، تكركير تكركير بهذا المفهوم، النكات، الضحك الضحك. ونعم التربية، ونعم الأخلاق، ونعم السلوك، أصيل. تبارك الله عليه، مربي وليداته أحسن تربية، وبنيته هي تبارك الله، ومراته الله يعمرها دار. هو شاد نقول لك يعيش واحد الوسط، فيه تربية، فيه سلوك، فيه طباع حميدة ما شاء الله، ما الله يرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. آخر مرة قمت بتكريمه في مدينة برشيد خلال المهرجان المغربي لفنون البلوان اللي غيكون عندنا هاد السنة الدورة 13، وهو كرمنا في الدورة 12، وكانت آخر الكلمات ديالو معايا. لأن وكان من بعد التكريم كان كيتواصل معايا وحس بواحد يعني واحد الفرح، واحد السرور، واحد رغم أنه يعيش معاناة مادية، معاناة كبيرة كبيرة بزاف. وآخر ما سمعت عليه أنه عنده واحد العمل مسرحي جميل، لأنه إنسان مثقف أولا، أننا يحب القراءة، يحب المطالعة، يحب الكتب. إلا طلعتي عنده للدار يعني كتلقى كله يعني واحد الخزانة مليئة بالعلم والمعرفة. وهاد الناس اللي كتلقاهم يحبون العلم والمعرفة والبحث كتلقاهم دائما منبوذين. أنا ما عرفش علاش هذا السبب هذا، وخصوصا أنه فنان 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 عنده طموح كبير. فمنذ أننا تعرفنا هذه من 38 سنة، وأنا كنعرفوا أنه محن بزاف ماديا في المعيشة ديالو، في المعيشة ديال وليداته، كيقلب على لقمة العيش الكريمة، ما فيش غرام ديال 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 كما كيقولوا باللغة العربية بالدارجة، أنه كيخربق هنا وهنا وهنا. فإنسان طموح كيعمل كيوجد مسرحيات ديالو. آخر مرة كنسمع بأنه مشى لوزارة الثقافة في واحد العمل المسرحي ديالو، ومسكين ما كانش عنده الانتاج ولا الدعم ولا هذا، كان كيطلب غير من العائله ديالو باش ينتج. راه شي كتسمع فيه راه كيضرب بزاف باش ينتج واحد العمل. مشى الرباط انه هاز الملف ديالو ووضعوا لوزاره الثقافه في كتابه الضبط، بقى في واحد القهوه ينتظر الامال، يتسنى الوزير تيخرج من البيرو، لان كيمشي على الديوان كيقول لي ما كاينش الوزير، كيمشي للكتابه كيكتب ديك الورقه كيدخلوها ليه ولا ما كيدخلوهاش ليه، ما كيجيبوش. السيد كان عنده امال باش على الاقل ياخذ عنده واحد 4 ولا 5 العروض باش يخلص بها الفنانة ويعيش بها كريم، ويحسس وليداته بأنه راه كاين في الوسط الفني، فبالتالي حتى واحد ما كيديها فيه. وهذا قال لي آخر مرة، قال لك زاد ألموه، زادوا مرض على مرض. هذه القضية اللي وقعت لي في الرباط يعني زادته مرض على مرض، وهذا الشيء راه كنشهد عليه دنيا وآخرة. هو راه في دار الحق وحنا في دار الباطل. الله يخرجنا من دار العيب لعيب. اللي غادي نقول لك عبد الرحمن ما منه جوز، عبد الرحمن فنان بالفطرة، كان مع فرقة عبد الرؤوف، داز مع فرقة البدوي، داز معاه في مسرحيات، دوز سكتشات، دوز يعني دوز عدة عروض، وخدم معنا حتى في الطفل. فبالتالي انه يعيش بحال بهالطريقه، بحال ما كتشوف بما كاين حتى ديك 30 واحد 30000 درهم صيفطات لي لا بي ام دا، يعني لا بي ام دا فيليس، ودابا حقوق المجاورات، وهذا صيفطوا لي في الاسم ديالو. ما كاينش يعني حتى باش خاصهم عدد الورثه والارثه، خاصه واحد البروسيدير، وما عندهمش باش يتادى حتى الواجب ديال 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 المصحف لا فاكتوراسيون. فكنتمناو ان شاء الله اننا نتآزروا كاملين ولو بأي جهد من الجهد باش نشوفوا على هذا الواقع. وكنتمنى من وزير الثقافة
انه يوقف على العمليه ديال الفنان، لان راه عطى الكثير والكثير والكثير، وكاين الكثير من عبد الرحمن برادي، ويشوفوا لا فاكتيغاسيون ديالو، يشوفوا احنا باش هذا سيدي الى عاش هذه العيشه خاصو يعيش، خاصو يمشي عند سيدي ربي، هو فرحان، خاصو يتحط في القبر ديالو هو فرحان، فربي راه غافر ليه وربي راه معاه، ودابا ان شاء الله غيكون في الجنات الخلد، واللهم ارحمه واغفر له وصب على قبره شاء بالرحمه والغفران، اللهم ارزق ذويه الصبر والسلوان. السي عبد الرحمن برادي اللي غنقول كلمه في حقه، الله يعمرها دار والله يرحمه، عمره ما كان يعني تسمع منه العار ولا تسمع منه شي كلمه العيب، اي حاجه كيقول لك ولدي انا معاك، انا اي حاجه بغيتي انا معاك، ما عمرك يعني شي حاجه خلاصه القول في اي حاجه بغيتيه كتلقاه. ما بين الاشاعه اللي كانت تلقت من الاول انا ما تيقش، ولكن فاش اتصلت يعني بالاعضاء اللي كنعرفهم واتصلت وجيت لهنا لاكلينيك حتى انا حدايا يعني في جامع السنه، انا فريمون لقيت زدت اكدت الخبر بان فريمون لقيته دخلوا الانعاش. من هذيك الحالات بدا كيبان لي مسكين الحاله الدويه ديالو كتدهور، ولكن لهذا اللي بغيت نقول الكلمه في حقه، الله يرحمه والله يوسع عليه والله يرحم ليه المغفره والذنوب، حيت بالنسبه لي انا هذاك السيد عمرك ما غتسمع منه كلمه العيب، ولو تكون تغلط في حقه ولا غلط في حقك اوكي يقول لك اسمح لي ولدي عرفت شكون اللي دار، هذا هو باش كتعرف السي عبد الرحمن. ولكن كاين كلمه واحده بان ما خداش حقه، مسكين حقه عند الله، هو كان ديما كيعيش الصمت، ما ماشي من داك النوع ديال مثلا خصني 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 ولا تعاونوا معايا نفسه في حاجه. كيفاش غنقول لك، المهم عمرك ما تسمنوا ديك التعاونيه، ولكن ناس اخرين فاش كيشوفوا ولا انا عم كذب على الله الرحمن عمرني ما عرفت دار ولا مشيت شو، ولكن الناس اللي كيكونوا معاه ولا من النقابه ولا شي قنت ولا المهم طرف الفن هما اللي كيقولوا بان كيعطيو اخبار اخر، كيقول لك اودي تعاون معاه كاين راه مريض الحاله ندعو معاه بالشفاء. اما ولكن هذه القضيه بدات ديال لاكلينيك انا ما تيقتهاش، حتى جيت برجلي شفت، دابا حاليا انا كنت في سبيطار بوفي على المرض ديالي، حتى كنسمع واحد الدريه معانا تما جا دوز قال لي السي عبد الرحمن برادر الله يرحمه. انا جيت دابا ما انا ما ننساش خيرو ولا في الحفلات اللي كنتلاقاو مهرجان تموت معاه بالضحك وما تسمعش كلمه العيب، ولهذا انا نقول لي الله يجدد عليك الرحمات والله يرحمك والله يلحقنا عليك مؤمن، هذا ما نقول